السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم من مدينه اكادير، غادي نمشي ندير واحد الجوله في الحي المحمدي. خليوكم معايا. السلام عليكم، ماني كانت قايم لاباس دارو، ونتمنى كل تكون بخير وعلى خير. مرحبا والف مرحبا على الفيديو هذا الجديد. غصدي ان شاء الله رد نسكر يات الجوله غل حي المحمدي. تابعتي دي الفيديو. كما كتشوفوا هنايا قربنا للدخله ديال الحي المحمدي، وباقين لي طرافو في هذه البلاصه هذه في هذه الدخله. كما كتشوفوا باقين الاشغال هنايا. وبالنسبه للناس اللي كتسولني على الاشغال في اكادير، ما وريتيناش الاشغال، فين وصلوا الاشغال؟ المهم اخوتي الاشغال باقا مستمره في مدينه اكادير. اغلب الشوارع يعني باقين فيهم الاشغال، مازال ما تسالوش. هذا الشيء اللي كاين. وما تنساونيش بواحد اللايك، والناس اللي اول مره كيشوفوا القناه مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وشكرا على الدعم ديالكم.
هنايا وصل الفيديو ديالنا لنهايته، ونتمنى يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.